من أول حلقة من على البكلي كان عندي حلم لهلأ لقدرت حققه، وهو أني أكمل مهمتي وأسأل عن بعض الفنانين والمبدعين ببلدنا اللي صنعوا مجد وقدموا الكثير لبنان. البعض قرر بإرادته يغيب والبعض غيب، بس أنا بقول لهم بعدكم على البال. فقرة وين صاروا بتنضم لفقراتنا أسبوعياً. خلينا نشوف الفنانة جاكلين وين صارت. يا ست نسرين، أنا يا حبيبتي أنا كتير الحمد لله عايشة كتير منيحة ومستورة وبأحلى حياتي. أنا والله إلي زمان ما طلعت الحقيقة كجد، يعني بطلع كمقابلات هيك بيطلع عبالي أغنية جددها، مثلا جددت خدني على التلج، غنيت توبة لعبد الحليم حبيتها كتير وليب على صوتي، جددت غنيت هاني شاكر تسلم لعيونه الحلوين. آخر إطلالة يعني لما كنا جدية كنا أيام استديو الفن، صاروا يطلع فنانات جديد وجوه جديدة، فكرامتي ما بتسمح لي بقى أنه كون هيك تاني تالتي، أو يعني ما في حضن بقى مثل الأول. هلأ ما عم لقي حالي، وأنا ما بدي أطلع كيف ما كان. تعرف الناس الحمد لله بعدها بتحبني وبعد إلي بصمة، مش عايزتهم يكرمونا أو شيء، الحمد لله عايشين وما سأليني عنهم. شو بدي إيش حد أنا بردون، يعني أنا لكرامتي والحمد لله ماشي حالي. هالبيت هيدا اللي شايفينه يعني حضن أكبر، حفلات سهرات فن، كان في فن ما بقدر قلي. ودي صافي عبد الحليم كان يجي لعندي هون نغني نقعد سهرات، شو بدي اقول لك، فن حلو كثير كان. انا بلشت الفن كان عمري 5 سنين، صدقيني 5 سنين، كنت اطلع اقول انا اسمي جاكلين وعمري 7 سنين، ناس كثير رقصوا مش مثلي شاطري، بلشت هيك. ايش هوني انا وفريد شوقي وهدى سلطان كانوا بدهم ياخذوني على مصر وقتها، ويظهر انه هدى سلطان ما قبلي، بتعرفي النسوان. هوني استاذ فريد بمصر كنا ببيت صبوحه وعم يدق لي على العود ورقصنا بمصر كنت اقضي ايام كثير حلوه. صورنا غنية خدني على الثلج بفريا، وهي طبعا للرحابني، وهلا وزعها الياسر رحباني وبشكره كتير وبوجه له تحية. خدني عالتلج عجبال التلج، أنا قلبي نار وقلبك تلج. خدني عالتلج عجبال التلج، أنا قلبي نار وقلبك تلج تلج تلج. قلبك يا حبيبي علي تلج تلج. على فكرة أنا يعني صوتي حلو يعني.